هذا موجز أخبار الساعة يأتيكم من قناة صلاح الدين الفضائية، أهلا بكم. أفادت لجنة مكافحة المخدرات النيابية بأبرز فقرات تعديل قانون المخدرات الذي ينتظر التصويت، مشيرة إلى رفع عقوبة تجارة المخدرات وزراعتها إلى الإعدام بدلا من المؤبد. أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر اسكندر وصول منظومة الأمن العراقية إلى مرحلتها الرابعة والأخيرة من ناحية تحصين الحدود بالكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة، إضافة إلى تعزيزها بالأحزمة الأمنية المباشرة. كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية عدنان السراج عن خطة من محورين لبناء 14,000 بناية مدرسية من قبل المستثمرين، لتقوم الحكومة بتأجيرها لهم لمدة 15 عاما تدفع خلالها مبالغ عن كل طالب في المدرسة للمستثمر. جدد النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية النائب محمود القيسي مطالبة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإتاحة فرصة امتحان الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي الذين لم يتمكنوا من النجاح في امتحانات الدور الثاني. ألمح الأكاديمي حسين السرحان إلى تقديرات موقف مستمرة تحاول فيها إسرائيل رصد متغيرات تهديد الفصائل العراقية، مستفيدة من سباق تكنولوجي غير متوازن قد يتبعه استهداف للقدرات الصاروخية والبنى العسكرية التحتية لهذه الفصائل. كشف مصدر مقرب من حزب الله أن الخرق الأمني الكبير الذي تعرض له الحزب خلال الفترة الأخيرة قاده مسؤول في شبكة الاتصالات التابعة لحزب الله، حيث تبين أنه كان عميلا لإسرائيل منذ سنوات قبل أن يفر إليها ولديه 7 ملايين دولار. أخيرا، تلزم السلطات في الدنمارك الأجانب الذين يعيشون في البلاد أكثر من 3 سنوات بسداد فاتورة الاستعانة بمترجم عند زيارة الطبيب رغم إجادته الإنجليزية، ما يدفع 20% من المرضى إلى الامتناع من الذهاب إلى الطبيب. الموجز انتهى، إلى اللقاء. We'll be right back.